السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء. اليوم السبت كما كتشوفوا اخواني اخواتي جيت لهنايا لديور الجامع باش نصور لكم خفيف ظريف، وصورت لكم فيها جوج ديال الفيديوهات. الاول اخواني اخواتي مشيت شديت لكم من مدغشقر ودخلت مع القاضي عياض حتى المحكمه الابتدائيه. هنا كاين عندنا لي زيكيبات اللي كاينين، كاين عندنا في الراس اس اس الاس ان سي او، وكاينه التا تراف، وكاينه لا ماليف، كاينه يونيكوم، كاينه انوي، كاينه الانوي، وكاينه الاورانج، وكاينه اخواني اخواتي من هاد الجهه اللي من الراس اللي من الاتصالات المغرب. ورجعوا لنا لهاد الجهه اللي من هنايا عاوتاني تقسمت لنا ليكيب على الفروق، تقسموا لنا على الشطر الاول والشطر الثاني. العمليه الاولى بدات عمليه ديال ازاحه البنايات العشوائيه من الجوانب، والعمليه الثانيه بدات في البنيه التحتيه القوادس ديال الواد الحار والاناره العموميه والاتصالات اخواني اخواتي ديال الهاتف وديال الفيبر اوبتيك والانترنت. وكاين عندنا اخواني اخواتي المياه الصالح الشرب والمياه العديمه ديال الواد الحار، كلشي داكشي كيتعاود لينا في هذه المنطقه ديال جوج ديال الفيديوهات صورتهم لكم اخواني اخواتي، غتلقاوهم في قناه انا جيت. خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك وانا مشيت.